ولسه مكملين في هذه الحلقه. بتنضم لنا دلوقتي على التليفون واحده من اوائل الثانويه العامه دفعه 2022 شعبه علم الرياضه، وهي الطالبه ندى محمود عبد المولى. ندى صباح الخير عليكي. ندى؟ ايوه انا سامعاكي. صباح النور. صباح الخير يا ندى. ايوه سامعانا يا ندى؟ ايوه انا سامعاكم. طيب ندى، يعني عاوزين نعرف حسب المعلومات اللي احنا عرفناها كده، اللي انت دخلتي كليه هندسه قسم كهرباء، اشمعنى هندسه الكهرباء يا ندى؟ انا اصلا احنا كنا في ثانويه عامه بدانا شويه الفيزياء بتاعتنا كانت بتتكلم عنها، فانا ساعتها كنت حبيتها، يعني كانت بالنسبه لي يعني كل حاجه بالنسبه لي يعني كنت يعني منبهره بيها كده، كنت عايزه اعرف عنها اكتر. ولما دخلت برضو الجامعه كنا بدانا ناخد برضو شويه عنها زياده، فحسيت ان انا برضو لا حباها وعايزه اكمل فيها اكتر، ف بتخصص فيها يعني. ندى، ايه الحاجة المختلفة ما بين الثانوية العامة والكلية؟ احنا بنبقى داخلين الكلية كده فاكرين ان هو نفس نمط المذاكرة، ايه يعني المختلف ما بين ثانوية عامة؟ لا هو مختلف خالص، يعني هو في المدرسة اصلا احنا متعودين ان احنا في حد يعني معانا دايما يقول لنا احنا هنذاكر، لازم نعمل كذا، ولازم كل حاجة احنا لازم حد بيقول لنا احنا هنعمل ايه، صح، ويكون ورانا دايما. لكن في الجامعة هو بيعتمد يعني كامل على نفسنا، اللي هو مسؤول على نفسي، انا اللي هعمل، انا اللي هتاكد ان انا بذاكر وان انا ماشي كويس وان انا كل حاجه ماشي كويس مع الجامعه. لكن في المدرسه لا، انا في حد ماشي ورايا، لو يعني غلطت في اي حاجه هلا يعني هو هيوجهني، لكن في الجامعه بكون معتمد على نفسي. صحيح. طب وندى، هل دخولك لكليه الهندسه قسم كهرباء كان اختيار شخصي منك، ولا في حد هو اللي وجهك لدخول هندسة كهرباء؟ لا خالص، هو كان شخص خالص يعني جدا، يعني هو انا كنت من يعني بقالي من ثانوية عامة وانا كنت مقررة ان حبيت المجال ده واكمل فيه يعني. طيب ايه النصيحة اللي تنصحيها لزمايلك؟ يعني بالنسبة لل جابوا مجاميع كويسة وهيكون الحاجة اللي كان نفسهم فيها، فألف مبروك ليهم ويكملوا، ما يفتكروش بقى ان ده اخر نجاح وخلاص بقى يفوينا، لا لازم يكملوا ويشدوا اكتر عشان هم مطلوب منهم يفضلوا يكملوا بالنجاح ده، ويخشوا حاجه بيحبوها، ما يدخلوش حاجه ان هما عشان دي مثلا دلوقتي الناس يعني ترند دلوقتي او الناس كلها بتدخلها فانا هدخلها، او علشان انا مجموعه كبير فهدخلها. يدخلوا حاجه بيحبوها عشان يقدروا يكملوا فيها ويشتغلوا فيها، واللي ربنا ما وفقهوش يعني هو هيختار، ربنا هيختار حاجه وده اختياره، فده مبروك اكتر. انت هتدخل حاجه من اختيار ربنا، فخلاص دي مش نهايه الدنيا، وانت هتدخل حاجه وهتعرف ان الثانويه عامه دي مش حاجه اصلا، وهي مجرد يعني خطوة. نعم. وربنا اختار له حاجة وإن شاء الله ربنا يوفقه فيها وهيكون ناجح يعني. بنشكرك يا ندى، يعني كل التوفيق ليكي في اللي جاي. ندى محمود عبد المولى إحدى أوائل الثانوية العامة علم رياضة دفعة 2022، وطالبة بكلية هندسة قسم كهرباء.